سؤال أوجهه حق الوزارة، هل تم السؤال ليش هذا العدد؟ طلع توجيه من الوزارة أن يشجع المعلمين على أنهم يختارون التقاعد الاختياري كونه يساهم في الاقتصاد، لكن هل هو يساهم في نهضة البلد والتعليم وراح يحافظ على جودة التعليم؟ السؤال موجود عند الوزارة. شنو اللي صار طال عمرك من عقب هذه التقاعد الاختياري؟ للأسف بدأت التخبطات في التعيين وفي المدرسين. الإداري والفني قام يدرس، كان في نقص واضح وملحوظ في كل المدارس عندنا في البحرين، واضطروا أن يوجهون لهم أن كل مدرس أو كل إداري أو كل فني، كل شخص موجود في المدرسة أنه لازم يدرس أحد المواد، كأنه خذوه فقلوه اقعد في الصف، أهم شيء أنت تدرس. اللي صار طال عمرك أنه كأنه اللي يحتاج يدرس في كلية التعليم ويحتاج يدرس تخصص اسمه نظام فصل قام ياخذ دورة في أسبوعين أو ورشة ويتواصل مع عليه شهر شهرين، لكن هذه هي اللي قاعد تأسسها حق نظام الفصل. مدرس ما عنده خلفية في نظام الفصل واللي هو أساس الطالب اللي في المرحلة الابتدائية قام يدرس هالشخص حتى يمكن الملاء ما يعرفه. فهذه الإشكالية اللي صارت عندنا. مدرسين خريجين قانون قاموا يدرسون مواد أدبية، ما عليه يمكن في حق مدرس تخريج إدارة الأعمال يدرس مساعد فيزياء، مدرس أو خريج إدارة أعمال يدرس رياضيات وعلوم. هل نربط بس لأن درس في تخصصه أرقام معناته أن أنا أدرس رياضيات؟ هل معناته إذا أنا أفهم إنجليزي لازم أدرس إنجليزي؟ اللي صاير أن أنا إذا بأسس جيل ويبتدي من الابتدائي لازم أعطي لكل اختصاص اختصاصه. اللي صار ما عليه، يمكن عارف أنه شيء مؤقت، يمكن 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 في نقص، لكن للأسف ليه اليوم وزارة التربية والتعليم ما اعترفت أنه في نقص عندها من خلال أي تصريح، وتوجه سؤال هل الخطة ماشية؟ قالوا في هيكلة وضعت بمليون 800 ألف راح تنظم هذه العملية، متى راح تنظمها؟ ما نعرف.